السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، والتي نتحدث فيها عن القصف الذي طال ريف حلب خلال شهر شباط وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا في مدينة الباب وعزاز. سقط 3 قتلى و11 جريحا بقصف على مدينة عزاز بريف حلب، وذلك عقب أيام من قصف مماثل طال مدينة الباب أوقع عشرات الضحايا، في وقت يتهم فيه أهالي في المدينتين وقوف قسد وراء هذا الاستهداف. المزيد في التقرير التالي. من جديد يخيم شبح القصف على ريف حلب الشمالي مخلفا ضحايا مدنيين. قصف صاروخي طال الحديقة العامة وسط مدينة إعزاز والسوق الشعبي وعيادة طبية وصيدلية، ما أسفر عن ضحايا مدنيين. في عالم صابت، في عالم صابت، في إصابات، في إصابات يا شباب. سعد الحجي وأكرم الحسن طالبان في السنة الثالثة بهندسة الميكاترونيك سقطا قتيلين بالقصف الذي أودى بحياة 3 أشخاص وأوقع 11 مصابا بعضهم بحال الخطر. القصف سبقه انفجار عبوة نسفة قرب مبنى المواصلات وسط مدينة إعزاز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص 3 منهم أطفال. استهداف ريف حلب الشمالي خلال شهر شباط هو الثاني من نوعه، حيث طال قصف صاروخي السوق الشعبي في مدينة الباب مطلع شباط ما خلف 8 قتلى و24 جريحا. هالمناطق تبعات البيكيكين حررهم، ناخذ منهم نطالعهم، المهم نخلص من هالأمر هذا. يضاف إليها اليوم هذا الدمار وهذه الحصيلة من الشهداء والجرحى نتيجة هذا القصف الهمج البربري من قسد ومن النظام السوري. اتهامات أهالي المناطق المستهدفة في معظمها تتجه إلى قسد، اتهامات تنفي قصد بعضها كما حصل إبان السيدة في جرابلس وعفرين، وتتجاهل قسما منها كما في القصف الأخير على الباب وإعزاز. لنقاش ذلك أرحب بضيوفي السيد محمد سالم باحث في مركز الحوار السوري ينضم إلينا من غازي عنتاب، وأرحب بالسيد هشام سكيف مدير مكتب عضو مكتب العلاقات الخارجية في الفيلق الثالث، مرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد هشام، هل تمكنتم من تحديد الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات؟ أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. طبعا تصريحا عضو مكتب العلاقات الخارجية في الفيلق الثالث، طبعا التأكيدات واضحة ولا تحتاج كثيرا لشروح. تقف وراء قسد التيار الروسي، واليوم منذ حوالي ساعة تشارك القوات الروسية قسد على قرية درغباش في ريف الباب. إذن أصبحت الساحة السورية مفتوحة على البازارات الروسية المعقودة في أوكرانيا والملف المعقد هناك. زيارة شويغو واضحة والمناورات في البحر المتوسط. سيد هشام، يعني هناك نقطة للأسف. لو سمحت لي سيد هشام لنعود إلى موضوع الحلقة. قسد كانت تقول أنه لا يوجد أدلة يعني تثبت أنها هي من قصفت هذه المناطق، وهي كانت تنفي، جاء في السياق النفي أنها هي التي متسببة والتي تقف خلف عمليات القصف هذه. هل هناك أي دليل يثبت على قصد هذه العمليات؟ عزيزي، مناطق القصف واضحة ولا تحتاج إلى دليل. يعني اليوم مناطق التي تنطلق منها الصواريخ أصبحت واضحة، وهي نقاط متكررة وأصبحت نقاط ارتكاز وقصف متكرر من هذه العصابات المنفلتة من عقالها، هدفها المدنيين. هذا واحد. اثنين، هذه الاستهدافات تأتي متزامنا مع ظهور بيانات أحيانا مجهولة، أحيانا تعترف قسد بقصف محدد، أحيانا تنسبه أو تظهر هناك بيانات ينسب إلى كيانات أخرى، ولكن بصمات قسد واضحة. مناطق الاستهداف أو مناطق إطلاق النيران هي أصبحت مناطق محددة ومعروفة تنطلق منها النيران. إذن لا نستطيع أن نصدق قسد، لأنها سابقا تورطت في أكثر مرة بالاعتراف بالقصف، إما مباشرة أو عبر فصائل أخرى تدعي انتماءها لها أو مناصرتها
لقسد. نعم سيد الشعب، اسمح لي أن أنتقل إلى السيد محمد سالم. سيد محمد مرحبا بك، ما هي الرسائل التي يمكن أن تقرأ من هذه الاستهدافات للشمال السوري؟ تحية لكم لمشاهديكم ولضيفك الكريم. يعني أعتقد أنه من ناحية النظام يستمر بهذا القصف بسبب وبدون سبب، ولا يجب أن يكون دائما هناك سبب منطقي، لأننا لا نشهد تصعيدا كبيرا. يعني عادة عندما يكون هناك رسائل روسية مثلا تكون هناك استهدافات نوعية، نذكر أنه بالتزامن مع التدخل التركي في أذربيجان كان هناك رسالة روسية مثلا باستهداف فيلق الشام بضربة نوعية جدا يعني في جبل دويلة للقوى العسكرية في رسالة إلى أنقرة. لكن مثل هذا القصف العشوائي الذي يهدف، نتكلم الآن عن إدلب 80 وما حوله، أعتقد أنه هذا النظام مستمر فيه دائما لكي لا يريح المنطقة، ويهدف إلى القتل والتخريب بهدف التخريب والقتل ومنع يعني الناس من العودة إلى حياتهم الطبيعية، وإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي وإلى تركيا أن الوضع غير مستقر ولا بد من الحل معه حتى تستقر الأوضاع، لأن الجميع يتطلع اليوم إلى إعادة اللاجئين. على الطرف الآخر في ريف حلب الشمالي، أعتقد أنه في سياق تبادل الرسائل بين قسد وتركيا. نحن لاحظنا قبل فترة كان هناك استهدافات بالطيران المسير، استهدافات نوعية بالطيران المسير النوعي من قبل تركيا لقيادات في قسد، ولأول مرة ربما كان في يعني بعض المناطق في ريف عمودة، المناطق العمق أيضا، المناطق العمق بالضبط. وأعتقد أنه قسد يعني من الجبن بمكان أنها ترد على المدنيين للأسف، وللأسف يقع الشعب السوري أحيانا ضحية تبادل هذه. هناك من ربط سيد محمد بين عمليات الاستهداف سواء في إدلب أو حتى في مناطق الشمال السوري، مناطق الجيش الوطني، أن يعني جميع ما يحصل هو رسائل بالأصل روسية، كون يعني المناطق التي اتهمت بها قسد أنها كانت المتسببة بإطلاق النيران هي أيضا مناطق لنفوذ النظام وبالتالي روسيا. هل يمكن ربط عمليات القصف في إدلب وفي أرياف حلب بعضها ببعض؟ يعني هذا وارد ايضا، وان كنت لا ارى هذه الرسائل المكثفه، يعني بمعنى انه رسائل روسيه عاده تكون اقوى من ذلك او تكون اكثر نوعيه، كما لاحظنا عند قصف مثلا سواء القوى العسكريه فيلق الشام في جبل دولة او قصف القوى المدنيه في القصف على الصهاريج في موضوع النفط، وكان في رسائل واضحة جدا من روسيا في ذلك الوقت أنها ستمنع تكرير النفط. لكن هذا النوع من القصف الذي يعني متشتت ويعني ليس نوعيا، أعتقد أنه ممكن تلعب به دور القوات المحلية سواء كان قسد ولا النظام، وهو كما قلنا يهدف إلى التخريب. ولا يبعد أن هناك رسائل روسية موجودة، لكن حاليا روسيا بشكل عام الملاحظ أنها تحاول ألا تستهدف تركيا، هذا اللي يبدو، أنه تحاول ألا تغضب تركيا، لأنه تركيا موقفها حتى الآن بموضوع الأزمة الأوكرانية ليس متشددا، وتحاول أن تلعب دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا. بالتالي لا أعتقد أنه هذا السياق هو اللي له علاقة، يعني السياق سأعود إليك وإلى هذه النقاط بالتحديد سيد محمد، لكن اسمح لي أن أسأل السيد هشام. سيد هشام، يعني بعيدا عن القصف كان هناك تفجير عبوات ناسفة أيضا، هل تتوقعون نشاطا لخلايا تنظيم الدولة في المنطقة؟ طبعا بالأكيد عزيزي، أنا أسمح لي أختلف مع الأستاذ محمد. طبعا بالتأكيد من حقي أن يحاول توجيه الاستهداف في غير اتجاه، ولكن الأمر بالنسبة لنا واضح أن سوريا أصبحت صندوق رسائل للأسف، والأساس أن الاستهداف العمق، منطقة عزاز اليوم هي منطقة عمق، ومنطقة عزاز هي منطقة شبه مستقرة، فيبدو أن الروس وعبد أدواتهم يريدون أن يقولون للأتراك حذاري من أي خطوة غير محسوبة باتجاهات أخرى مثل إمداد بالرقدات. هذا من جانب، من جانب آخر أما تنشيط الخلايا النائمة للقسد ولغير قسد عبر أدوات، هذا وارد، ولكن القوى الأمنية والحمد لله
استطاعت ضبط الأمن بنسب مرتفعة جدا جدا خلال الفترة الماضية، واستطاعت القوى الأمنية، وهنا أعني عزل، أن تضبط عشرات العبوات اللاسفة والسيارات أيضا المفخخة، وأيضا إلقاء القبض على الكثير من الخلايا ومتابعة الخلايا الأخرى. هذا النشاط الأمني نتوقع أن يزداد، ولكن هناك الآن تطور في العملية الأمنية، وهذا أمر ملحوظ مما دفع قسد للتصرف بشكل مباشر عبر القصف المباشر. كانت الرسائل منذ فترة أمنية للوضع المتابع تقريبا أمنيا، ولكن عندما تم الضبط الأمني بنسب مرتفعة والحمد لله، انتقل القسد إلى الرسائل النارية والرسائل بالنار. القسد الآن تقوم بمقام إرسال الرسائل الروسية، وليس أوضح من كما قلت أن منذ ساعة اشترك الروس وقسد بقصف على مدينة الدلغباش، على قرية الدلغباش بريف الباب. نكتفي بهذا القدر سيد هشام في جزئنا الأول من هذه الحلقة. ابقوا معي ضيوفي، وننوه مشاهدينا إلى أننا حاولنا التواصل مع قسد وشخصيات فيها وموالية لها للوقوف حول هذه الأحداث، لكن لم نلقى أي رد منهم. بعد الفاصل، كيف تؤثر هذه الهجمات على واقع الأهالي في الشمال السوري؟ فاصل قصير ونعود. تتصدر بها الشاشات وتؤثر مباشرة على حياتنا وقراراتنا. أحداث اقتصادية نقرأها معا ونحللها، نفسر ببساطة مصطلحاتها. كونوا معي أنا عبادة حيدري في برنامجكم اقتصاد كل. خضرة يا بلادي خضرة وزهور فوار، يا ما احلى الفوس حي عيني، يا والي فزين يا سمراني، مرضى اللي تغيب وسمعت عنين النعورة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في ثنايا الخبر. نتحدث في ملف اليوم عن القصف الذي طال ريف حلب خلال شهر شباط، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا في مدينة الباب وعزاز. أرحب مجددا بضيوفي السيد محمد سالم، باحث في مركز الحوار السوري من غازي عنتاب، والسيد هشام سكيف، عضو مكتب العلاقات الخارجية في الفيلق الثالث. وأبدأ معك سيد محمد، إلى أي درجة يؤثر هذا القصف على الاستقرار في الشمال السوري؟ بشكل سلبي وبشكل سريع جدا، وخاصة أنه الاستقرار لا يعني فقط يعني توقف القصف. هذه الأحداث حقيقة كما تفضلت ربما تشير إلى مدى هشاشة الوضع الأمني، وبالتالي صعوبة إعادة أو صعوبة العمل على جهود إعادة الاستقرار، لأنه إعادة الاستقرار لا تعني فقط أنه يعني أمن نسبي فقط وخلو من القصف وما شابه، بل هذا يحتاج إلى إعادة الإعمار، إلى بنية تحتية، مقاربات تعافي المبكر، العمل على بناء مدارس، مصانع، معامل،
بنية تحتية، إعادة الأعمال للناس. اليوم بعض يعني الدول بدأت تتحدث إنه عن إعادة السوريين وعودة السوريين وعودة طوعية وما شابه. الحقيقة هذا الوضع الآن يؤكد إنه الوضع هش جدا، وبأي لحظة ممكن أن ينهار، ولا يمكن أصلا أن تعمل جهود إعادة الإعمار ضمن هذه الظروف. يعني جهود طويلة الأمد لا يمكن أن تعمل، لا تزال في بداياتها، لا يزال الوضع صعبا. لا يمكن يعني الوضع، الكثافة السكانية الآن في عموم المناطق، مناطق شمال غرب سوريا سواء يعني درع الفرات وسط الزيتون ولا إدلب، بيجعل أنه من الصعب جدا عودة الناس، لأنه هذه الكثافة تعني أنه أي قصف يحدث على الناس يؤدي إلى مقتل عدد كبير من الناس، فلا مجال لحشر مزيد من الناس في هذه المنطقة. رغم كل ذلك هي خيار لكثير وملايين حتى من الأهالي يتواجدون في هذه المنطقة. اسمح لي أنتقل إلى السيد هشام. سيد هشام، شاهدنا في التقرير هناك مدنيون يطرحون حلول باجتثاث مناطق قريبة لقسد ونقاط عسكرية وغير ذلك، حلول للقصف وليس للعبوات فقط. كيف يمكن تفعيل ذلك وإيقاف هذه العمليات برأيك؟ طبعا منذ فترة نحن والحليف التركي دخلنا بهذا السياق وأعتمنا أداد عملية عسكرية. طبعا هذه العملية احتاجت للكثير من التوافقات السياسية، وهذا أمر أصبح يعني معروف للجميع، هنا لا نرجع سرا. الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت وضغطت على الجانب التركي وضغطت على الجيش الوطني. خضعت هذه العملية للكثير من المساومات، ولكن لازلنا مصرين على المضي لإبعاد الخطر عن أهلنا. وطبعا الحليف التركي يخوض معنا معركة عبر استهدافات مركزة بالطيران المسير وأيضا بالمدفعية وتحديد الإحداثيات وخوض اشتباكات بشكل مباشر. أعود دائما أكرر على منبركم الكريم أن قسد تتستر على خسائرها. السبب أن أخلاق الجيش الوطني الثوري هي تستهدف المناطق العسكرية ولا نستهدف المدنيين، لذلك لا تظهر الآثار المباشرة للردود التي يقوم بها إن كان الحليف التركي أو القوات الجيش الوطني، لأننا نستهدف قطاعات عسكرية وأهداف عسكرية ولا نستهدف أعيان مدنية كما يفعل الإرهابيون ميليشيات قسد الإرهابية. إذا قوات الجيش الوطني مصرة لازالت على إبعاد الخطر وتطهير المناطق مهما طال الزمن، وإن لم يسمع الداعم الأمريكي لهذه الميليشيات كلامنا أو رأينا أو صرخات دماء شهدائنا، سنضطر في النهاية لجعل هذه الميليشيات تدفع ثمنا باهيا. نعم، اسمح لي أن أنتقل بنقطة جديدة إلى السيد محمد سالم، وهي نقطة تتعلق بالملف الأوكراني. يعني روسيا وتركيا الآن على طرفي نقيض في هذا الملف، هل برأيك يمكن أن يشهد الشمال السوري تصعيدا روسيا بسبب المعادلات التي تتعلق بأوكرانيا؟ يعني هذا وارد، والمنطقة بالفعل مفتوحة على كافة الاحتمالات في حال كان الموقف التركي ليس كما تريده موسكو. يعني يمكن بالتالي لموسكو هذا، وهذا فعلته سابقا عندما أرادت أن تضغط على تركيا بالنسبة لأذربيجان، بالنسبة لليبيا كانت تضرب في إدلب والشمال السوري عموما. فهذا وارد إذا لم يكن الموقف التركي كما تريد روسيا، وهو حتى الآن هو موقف يحاول أن يكون وسطيا، يعني لا يقف منحازا بشكل واضح إلى حلف الناتو. يحاول الرئيس التركي أن يذهب بجهود وساطة، لذلك أعتقد أنه لا أعتقد أنه الروس الآن بصدد التصعيد، ولذلك أنا لم أربطه مع التصعيد ضد تركيا حاليا. يعني ما لا أتصعيد أنه هذا ضد تركيا، لكن كما قلنا هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك وربط التصعيد حتى تصعيد اليوم في ترمانين بمجيء وزير الدفاع الروسي إلى سوريا وزيارته ولقائه ببشار الأسد. هل هذا الربط وارد أم أنه بعيد كليا، وموضوع زيارته هي متعلقة بالمناورات التي ستجري في المتوسط فقط؟
تماما. انا يعني من وجهه نظري انه بعيد يعني نوعا ما الربط الان مع زياره وزير الخارجيه، لانه بالعاده الرسائل الروسيه اكثر نوعيه واكثر ضخامه، اما هذا النوع من القصف للاسف هذا اعتدنا عليه. يعني اليوم لا يوجد تصعيد زياده عن ما هو معروف، القصف مستمر، لم يعني يختلف كثيرا للاسف. القصف صحيح انه كان هناك تهدئه نسبيه وتقليل للتصعيد، لكن التصعيد مستمر والقصف مستمر. احيانا يصيب مدنيين، احيانا لا يصيب. هذا امر يعني ربما تتعلق بالظروف الميدانيه اكثر من الظروف السياسيه. نعم سيد هشام، يعني بالعوده الى الحلول التي تم طرحها لايقاف عمليات القصف وحتى العبوات الناسفة وغير ذلك، هل هناك أساليب جديدة عسكرية لإيقاف ومنع مصادر النيران، سواء قصف أو عبوات، أو حتى ربما توصلتم بشأن تفاهمات دولية ربما يتم الضغط من خلالها على قسد والنظام لإيقاف هذه العمليات بحق المدنيين؟ طبعا سريعا إشارة إلى أن هذا الأمر مرتبط بزيارة السويد، وأشرت إلى ذلك بداية حديثي. نعم. أنا أميل إلى هذا الاعتقاد كليا. المنطقة ليست بعيدة عن المناورات، نحن نتحدث عن حوالي 60 أو 70 كيلومتر بالعمق للمئة كيلومتر بعمق المناورات البحرية، فنحن ضمن منطقة المناورات. عودة إلى عملية الردود وعملية الاجتثاث، الردود طبعا نحن لا نتبع الطرق الإرهابية بعملية التفجيرات، هذا طريقة إرهابية. نحن نرد على المواقع العسكرية ونستهدف هذه المواقع المشروعة، نستهدف مصادر النيران. وجود عملية عسكرية قلنا أنها لا زالت مطروعة على الطاولة ونصر عليها. ضغوط دولية، نحن دائما نقول للداعمين القسد، الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، التحالف الدولي، أنكم تدعمون الجهة الخاطئة، تدعمون منظمات إرهابية، تدعمون إرهاب منظم يفجر يفخر، ولكن إلى الآن ليس هناك استجابة كلية لهذا التوجه. أعتقد أن الأمور ذاهبة نحو التعقيد أكثر مع التحالف الدولي وداعمي القسد، لأننا لن نسكت أكثر من ذلك على دماء شهدائنا. أعتقد أن الأمر يجب أن يطرح هكذا مع الحلفاء الأتراك ويطرحونه مع الأمريكان. دعني أشكرك. أن المسألة لم تعد تحتمل. ضرب العمق اليوم بإعزاز مناطق آمنة، مناطق مدنية مستقرة نوعا ما، اليوم هي رسالة واضحة أننا قادرون على زعزعة استقراركم إذا تقدمتم في أي ملف آخر. أشكرك سيد هشام سكيف، عضو مكتب العلاقات الخارجية في الفيلق الثالث، والشكر للسيد محمد سالم، باحث في مركز الحوار السوري، حدثنا من غازي عتاب. ونعود وننوه مشاهدينا إلى أننا حاولنا التواصل مع قسد للحديث حول ذلك لكن لم نلقى أي رد. وشكر موصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من ثنايا الخبر التي تناولنا فيها القصف الذي طال ريف حلب خلال شهر شباط وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا في مدينة الباب وعزاز. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.